ايه اللي مطلوب من الشباب لو بنتكلم على مرحلات المرحله؟ نمره واحد، قبل ما اطلب من الشباب اطلب من الدوله لا مستقبل لاي دوله تكون في خصومه مع شبابها. نمره اثنين، انا طالبت وبطالب الدوله واظن في غضون ايام هنسمع خبر كويس على اطلاق سراح الشباب غير الاخواني المحبوس نتيجه اندفاعه او حماسه الوطني اللي دفعه للخروج او الجنوح نوعا ومخالفه القانون سواء في التظاهر او في اشياء اخرى، ولن تتلوث